يقوم وفد من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بزيارة لمدينة العريش، حيث يتفقد سير المساعدات الإنسانية والغذائية المتجهة لقطاع غزة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري. زملائي في الاستديو، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، تستمر الجهود المصرية على مدار الساعة عبر هذا المعبر، وهو معبر رفح الحدودي وشريان الحياة الوحيد بالتماس مع قطاع غزة على مستوى إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية. هناك زخم كبير اليوم في عدد كبير من الشاحنات دخل إلى قطاع غزة على مدار الساعة، سواء شاحنات الوقود أو الغاز، يعني بنتحدث عن 113 شاحنة تقريبا دخلت إلى القطاع عبر منفذ كرم أبو سالم، ونتحدث عن 17 شاحنة بالفعل أفرغت حمولتها من خلال منفذ العوجة، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات للغاز والسولار صباح اليوم. إذن هناك حركة مستمرة نحو إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة. هذا ليس فحسب، بل أيضا هناك مساعدات تقدم إلى داخل قطاع غزة من جانب مصر على مستوى المخيم الإغاثي الثاني الذي تم إنشاؤه من قبل الهلال الأحمر المصري بتوجيه من القيادة السياسية، وإمداد هذا المخيم كل يوم بما يلزم من طعام وشراب وكافة مستلزمات الحياة. كل هذه المساعدات تأتي في ظل زيارة مهمة اليوم إلى مدينة العريش ورفح، وهي زيارة الوفد الأوروبي أو وفد البرلمان الأوروبي المكون من 5 أعضاء، حيث وتحديدا من جانب لجنة حقوق الإنسان في هذا البرلمان. بدأت المحطة الأولى بزيارة مستشفى العريش للإطمئنان على الجرحى والمصابين الفلسطينيين، ثم المحطة الثانية كانت هي المخزن اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري للتعرف على حجم الجهود المصرية وأيضا المعوقات التي تعوق عمل الهلال الأحمر المصري في عدم وصول المساعدات بالشكل الملائم والكافي، والمطالبة بإدخال المزيد من مثل هذه النوعية من الشاحنات لأهالي قطاع غزة. ثم المحطة الأخيرة وهو معبر رفح الحدودي، حيث التقوا مجموعة من منسقي الشؤون الإغاثية والإنسانية للتعرف عن الوضع الكارثي الإنساني المتدهور داخل قطاع غزة عن قرب من خلال العاملين داخل منظمة الأونروا. إذن كل هذه الزيارات وكل هذا الزخم يأتي في إطار هدفين رئيسيين، هدف يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار لا سيما بعد تغير الموقف الأوروبي والأمريكي تجاه إسرائيل الذي بدأ بإدانة الاحتلال الإسرائيلي، ثم بعد ذلك مطالبة بتهدئة، والآن يطالبون في موقف محدد وهو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، لأن لا حديث عن إدخال مساعدات بالشكل الكافي بدون وقف إطلاق النار. هذا هو رأي طبعا لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وسوف يرفعون هذا التقرير إلى البرلمان الأوروبي كوسيلة ضغط على الجانب الإسرائيلي. إليكم زملائي في الاستوديو.